هذا كلام أعمى البصيرة ابن عثيمين، لأنه ما قراش القرآن. أنت والله ما أنت قاري قرآن يا ابن عثيمين، أنت والجهل اللي معاك. عيب المتسلفة الوهابية والناس الجهل دول ما قروش القرآن ولا درسوه، كالحمار يحمل أسفارا. بسم الله الرحمن الرحيم. أما ردي عليك يا ابن كريمة فأرد عليك بقول الإمام الشافعي رحمه الله رحمة واسعة: المرء يعرف في الأنام بفعله، وخصائل المرء الكريم كأصله. اصبر على حلو الزمان ومره، واعلم بأن الله بالغ أمره. وتجنب الفحشاء لا تنطق بها، ما دمت في جد الكلام وهزله. كم عالم متفضل قد سبه، من لا يساوي غرزة في نعله. البحر تعلو فوقه جيف الفلا، والدر مطمور بأسفل رمله. واعجب لعصفور يزاحم باشقا، إلا لطيشته وخفة عقله. ووالله وبالله وتالله، إني والصالحون لنشهد أنك لا تساوي غرزة في نعل العلامة الفقيه ابن عثيمين عليه رحمة الرحمن الرحيم. استمعتم يا إخواني إلى هذا الكلام المشين القبيح الذي صدر من شخص حقود حسود ذي قلب دنس في حق العلامة ابن عثيمين. وهذا الرجل نفسه هو الذي يوالي الرافضة ويثني على الرافضة، سلم منه الرافضة، أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فلم ينطق في حقهم بحرف يوما، لم ينطق في حق الذين طعنوا في أعراض الصحابة وكفروا الصحابة ولعنوا الصحابة واستحلوا دماء المسلمين وفجروا ديار المسلمين ونهبوا أموال المسلمين. وإنما لم يجد هذا الشخص المريض نفسيا وعقليا وعقديا، لم يجد أمامه إلا العلامة ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة لكي يطعن فيه بلسانه القذر الدنس. وأنت قد عدمت المروءة والرجولة والشرف والإنصاف، وتحليت بالبذاءة والدنس وقلة الأصل والجور والإجحاف. وما دفعك إلى هذا والله إلا انتشار كتب العلامة ابن عثيمين وانتفاع الناس بها في مشارق الأرض ومغاربها. فقد قابل ربه سبحانه وتعالى برصيد عظيم متين في تدريس العلم والدعوة إلى الله عز وجل وتقريب الفنون المختلفة إلى طلبة العلم. أما أنت فسوف تقابل ربك إن لم تتب، سوف تقابله مفلسا عاريا. العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى أحدث نهضة علمية كبيرة، ووضع الله له القبول بين العامة والخاصة، وانتفع الناس بعلمه أكثر من غيره. وقد وهبه الله تعالى موهبة عظيمة في تسهيل العلم وتقريبه للناس. فالشرح الممتع ممتع بحق وسهل بصدق، وشرح الواسطية سهل يسير وفيه علم جم غزير، وشرح كتاب التوحيد فيه تحقيق ورد وتفنيد، وتقريب التدمرية فيه مقدمات لدك حصون الجهمية، وتلخيص الحموية فيه نصرة وحمية، ومجموع الفتاوى والرسائل فيه تعليل وفوائد ودلائل. واليوم الناس يقبلون على كتبه بالملايين، وهذا مما دفع أرباب الحسد والضغينة أمثال ابن كريمة إلى التشنيع على الشيخ قائد السفينة، فإنه قادها ببراعة نحو شاطئ السنة والجماعة، وما زالت سفينة مصنفات الشيخ تجوب مشارق الأرض ومغاربها، والكلاب على شاطئ التعالم يخافون أن تبتل أقدامهم بالماء ويكتفون بالصراخ والعواء. كم عالم متفضل قد سبه، من لا يساوي غرزة في نعله. البحر تعلو فوقه جيف الفلا، والدر مطمور بأسفل رمله. هذا وبالله التوفيق، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.